ثالثا مدينة سامراء عاصمة أخرى للخلافة العباسية. اتخذ الخليفة المعتصم العباسي مدينة سامراء سنة 221 للهجرة عاصمة له ومقرا لجنده، فبنى القصور والدور وجلب البنائين الماهرين والفنيين لبنائها، واشترى الأتجار المثمرة من جميع البلدان، مما يؤكد على أهمية التشجير في الحفاظ على البيئة السليمة منذ القدم. واستمر بناؤها من سنتين إلى 3 سنوات، وأقيمت فيها المساجد ودواوين الدولة والأسواق والشوارع. من هو الخليفة المعتصم؟ الخليفة المعتصم هو الخليفة العباسي، بنى مدينة سامراء سنة 221 للهجرة وعاصمة، واتخذ مدينة سامراء عاصمة له ومقرا لجنده، وقد بنى القصور والدور وجلب البنائين الماهرين والفنيين لبنائها، واستمر بناؤها من سنتين إلى 3 سنوات. موقعها، أين تقع مدينة سامراء؟ تقع مدينة سامراء في منطقة تسمى بالقاطول، نسبة إلى نهر يحمل الاسم نفسه يتفرع من نهر دجلة، وهي أن المدينة العراقية القديمة، وهي من المدن العراقية القديمة، وقد عرفت باسم سامراء، وتدل الآثار الفخارية أن موقع المدينة يعود إلى عصور قبل التاريخ. القاطول هو منطقة تقع عليه مدينة سامراء القديمة، والقاطول نسبة إلى نهر يتفرع من نهر دجلة. تسميتها، عرفت سامراء بأسماء عديدة، فمن أين جاءت تسميتها؟ جاءت تسميتها بصيغ عديدة، منها سامرة وسومرة وسر من رأى وأخيرا سامراء. وقيل أن الخليفة المعتصم لما انتقل إليها بعد اكتمال بنائها سر هو وجنده برؤيتها، ولذلك سميت بسر من رأى. ما معنى سر من رأى؟ أن الخليفة المعتصم لما انتقل إليها بعد اكتمال بنائها سر برؤيتها، لذلك سميت سر من رأى. استحداثها، تعد سنة 223 للهجرة بداية حياة سامراء كعاصمة للدولة العباسية، فقد قسم المعتصم سامراء إلى أحياء سمي كل منها كل واحد منها باسم القطيعة، لكونه خصص إلى جماعة معينة. إذن القطيعة هي تسمية تطلق على أحياء سامراء القديمة، وقد خصصت إلى جماعة معينة. ما أشهر شوارع سامراء؟ شارع الخليج أشهر شوارع سامراء، وهو بمحاذاة نهر دجلة، حيث تفرغ السفن القادمة من بغداد والبصرة وواسط والموصل بضائعها وحمولاتها، كما أقام جسرا يربط جانبها الشرقي بجانبها الغربي. قصورها وجوامعها، بماذا تشتهر سامراء؟ تشتهر سامراء بقصورها وجوامعها ومئذنتها الملوية. ما هي أهم قصور مدينة سامراء؟ الجوثق والعاشق والمعشوق، وأشهر جوامعها المسجد الجامع ومئذنته الملوية. الملوية وهي مخروطية الشكل، تقوم على قاعدة مربعة الشكل، وتتكون من 5 أدوار، يتم الصعود إلى قمتها بصورة معاكسة لدوران الساعة، يبلغ ارتفاعها 52 مترا، وهي بنيت على هيئة الزقورات العراقية القديمة. استمرت سامراء عاصمة للخلافة العباسية 58 سنة، حكمها 8 خلفاء من بني العباس، وكان آخرهم المعتمد بالله الذي عاد إلى بغداد سنة 279 للهجرة. إذن من هم آخر خلفاء بني العباس؟ هو المعتمد بالله. ما أضرحتها المقدسة؟ ما هي الأضرحة المقدسة في مدينة سامراء؟ تضم مدينة سامراء ضريحي الإمامين العسكريين عليهما السلام، علي الهادي المتوفى سنة 254 للهجرة، والحسن العسكري المتوفى سنة 260 للهجرة، وبنيت على هذين الضريحين أكبر قبة في العالم الإسلامي. خريطة تاريخية توضح مدينة سامراء ومسجدها الجامع ومئذنته الملوية، المئذنة الملوية التي بنيت على هيئة الزقورات العراقية القديمة.